يقول الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي: والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه، وهي واجبة على من تجب عليه النفقة. معروف إن الطفل لغاية ما يكمل 10 سنين محتاج إلى رعاية ومحتاج إلى طعام وشراب وتنظيف وغسل للثياب ونحو ذلك، فهو ده معنى الحضانة، حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. ما ينفعش يترك الولد، يعني الأب والأم منفصلين، الولد يروح فين؟ فالشرع ذكر الأحكام المتعلقة بهذا الأمر حتى لا يهلك أو يضيع الولد. وهي واجبة على من تجب عليه النفقة. يبقى الأصل إن الحضانة واجبة على الأب، بس غالبا الأب هو مش هيعرف يتولى الطفل، لأن الأم أقدر وأفهم على التعامل مع الطفل وأصبر. سبحان الله، الست تصبر جدا على الطفل، لكن الراجل ما يصبرش. ليه؟ لأنه لا يطيق، لا يحتمل. ده غالبا يعني، وإلا في استثناءات، لكن الغالب إن الست أصبر على التعامل مع الطفل. أما الواجبة على الأب إزاي؟ واجبة من ناحية النفقة، هي تحضنه وهو ينفق في نفقات الحضانة دي. ولكن الأمة أحق بولدها ذكرا كان أو أنثى إن كان دون 7. يعني اختلفوا الأب والأم وانفصلوا أو اتطلقوا، فالأب قال أنا عايز الولد والأم قالت أنا عايزة الولد، الحكم الشرعي إيه؟ نقول لهم لو كان الولد أقل من 7 سنين يبقى الأم أحق بولدها، هي تفضل معاه لغاية ما يكمل 7 سنين. طبعا من حق الولد في الحالة دي إنه يشوف الطفل حقه ويتفقوا على مكان معين ويشوفوه ونحو ذلك. ساعات الأب بيكون ظالم، وساعات يجي له أسئلة من النوع ده، ما ينفقش على الولد، ده شيء غريب جدا، يعني هو ملزم بالنفقة وما ينفقش، سايب الولد كده أمه هي اللي تنفق عليه وأهل زوجته هي اللي تنفق عليه. فهي تقوم عاملة إيه؟ تقول له طب أنا منعك من الرؤية، يعني ما تشوفش الولد. فأقول لهم لا، ما تقابلش الظلم بظلم. لو الأب مهمل أو ما بينفقش النفقة اللازمة والواجبة، أنت مطالبة أن أنت ما تظلميش، هو ظالم ومحاسب عند الله. إحنا كمسلمين ما نقابلش الظلم بالظلم، يعني لا، شوف الولد اللي أنت عايزه وحسابك على الله إنك ما بتنفقش عليه. مش لازم أضيع عشان أشوف، ولازم أضيع عشان النفقة. إيه يا أخوانا، فين الإسلام؟ الست النهارده عشان جوزها ينفق تعمل قضيه ومحكمه، والراجل عشان يشوف الولد قضيه ومحكمه. القضاء يا اخوانا الاصل اللي هم يلجا اليهم في الحالات القليله، لان احنا كمسلمين بنتعامل بشرع ودين، اختلفنا طب الدين بيقول ايه، القران بيقول ايه، لا القران بيقول كذا، خلاص يا جماعه انتهت القضيه. ساعات بقى فيها اشاذه ما بتلتزمش باحكام الدين، دول بس اللي بيرفع امرهم للقضاء. لكن القاضي ده اصلا قيمته يعني للفئه القليله، ده المفترض يعني المتواجده في المجتمع المسلم اللي ما بتطبقش احكام الدين. انما لما يكون الغالب على الناس ان كل الامور تؤخذ بحكم محكمه وياخد حقه بحكم محكمه، واين الله؟ واين تقوى الله سبحانه وتعالى؟ المفروض انت ظلمتني ادفع لي المظلمه دي، خبطت لي العربيه، مش محتاج اجيب عسكري المرور عشان يحكم بينا، انت خبطتني وانت عارف انت غلطان، عوضني التعويض المناسب. المفترض ده الغالب، لكن بقى لما ناس تتخانق او يعني يكون بقى القله القليله دول اللي بيروحوا يعملوا محضر. لكن الطبيعي انا خبطتك وانا غلطان، اتفضل انت عايز كام؟ عايز كام؟ لان انا عارف انك لو انا ما رددتكش في الدنيا ده حسابي عند الله عسير بالحسنات والسيئات. مش اعمل محكمه واتهرب وادفع رشوه، الله الله الله. في دار اخره يا اخوانا، حتى لو انت فلتت بفعلاتك في الدنيا في دار اخره يختص فيها للظالم من المظلوم. فالامور دي ما تؤخذش بمحاكم، لان المسلم تقي ورع. ده حتى لو المحكمه حكمت لي انا خاف، لا انا عارف انا غلطان، انا عارف انا ظالم، المحكمه ما عندهاش الاوراق الكافيه، فانا اروح اقول له انا استسمحك، انا قتلت وحكمه المحكمه قالت لي براءه، اروح اسلم نفسي لاولياء القتيل
اتفضلوا اعملوا انتوا عايزينه، عايزين دية ماشي، عايزين قصاص ماشي، انا اعترف. ليه؟ لان لو نجوت في الدنيا طب فين رب يعني ربنا يوم القيامة هيحاسبني. فامور دي يا اخوانا المفروض خلاص الام احق بولادها ان كان دون 7 سنين، انتهت القضية، والراجل لازم يشوف ابنه خلاص باتفاق وعدل ونحو ذلك. فإذا بلغ 7 فإن كان ذكرا خير بين أبويه. طب عدى بقى 7 سنين، جاب 7 فيما فوق، نقول له إيه؟ لو لقيناه ذكر نقول له اختار يا ابني تقعد مع مين، أمك ولا أبوك. بس لو كانت أنثى، الأنثى بقى تختلف، لأن دي زي بنت، يعني البنت طبعا ممكن الأب هنا يهملها أو الأم تهملها، فهنا لازم هنا القاضي بقى يحكم، ما يبقاش الأمر للتخيير للبنت، لأن البنت بنشوف مصلحتها فين ونديه لصاحب المصلحة للأب أو الأم. ليه؟ لظروف تربية البنت بتبقى مختلفة شوية عن الأب. ولا يترك، آخر حاجة بقى، ولا يترك، ودي أهم قاعدة في باب الحضانة، ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه. يعني الأصل يا أخوان الحضانة دي شرعت علشان مصلحة الطفل، لأن الست مهملة، شوف هي أحق، أنا لسه قايل لك إيه، هي أحق بولدها إن كان دون 7، لكن من حقي شرعا لو هي أهملت وست يعني لا تصلي أو لا تتقي الله أو نحو ذلك، أو بتهمل الولد والولد يعني تعبان ومرضان ومش مهتمية بيه، ده اصلا احنا شرعنا او الشرع يعني خلى المراه، لان الغالب ان المراه بتحفظ حق الولد، لو المراه بقى ضيعت حق الولد هنا ينتزع منها الولد الى من هو يقوم برعايته ويصون مصلحته. ولذلك الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الحضانه بالذات غالبا بيقول ارجع للقاضي الشرعي، يقول مسائل الحضانه يرجع فيها، او كثير لما يسال يعني يقول لك يرجع للقاضي الشرعي، لان مدار الامر في الحضانه على الاصلاح. فممكن يكون الترتيب ان فلانه هي اللي تتولى الولد، بس فلانه دي لا تصلح، يبقى نجيب اللي بعديها، لان هي هتضيع الولد وانا اصلا عايز مصلحه الولد، فانا مش لازم، مش اقول بقى الام لان هي لازم اللي تمسك، افرض الام اهملت، لا نلغيها ونشوف اللي بعديها وهكذا، لان دي القاعده الاهم في الحضانه. ولا يترك المحضون الولد الصغير بيد من لا يصونه ويصلحه، لابد اللي احنا نتركه عند من يحفظه شؤونه ويقوم على أمره. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.